جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هي الوسائل أو الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ الأسباب كثيرة معينة على الخشوع، أعظمها أعظم الأسباب استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، أن يستحضر المسلم عظمة الله الذي هو واقف بين يديه، وأن يعلم أن الله يراه ويسمع كلامه ويعلم ما في قلبه. فإذا استحضر هذا خشع لله عز وجل. وكذلك من أسباب الخشوع تدبر القرآن، الله شرع قراءة القرآن في الصلاة لأجل التدبر، فيتدبر القرآن ويستمع. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا من أسباب الخشوع، الإنصات للقرآن وتدبر القرآن الذي يتلى في الصلاة يقرأه الإمام أو أنت تقرأه.